ودلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا منى الشرقاوي عشان نتعرف منها على ايه اخر اخبار الطقس والمرور والعملات واسعار الذهب. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا جمال. صباح الخير يا منى. طمنينا. احنا في اغسطس بس الجو طبعا هيبقى حر بس تمام، يعني في نفس الارقام اللي احنا بنقولها بالليل يعني. اهم حاجه لان ساعات بالليل برضو بيبقى قافل خالص، الرطوبه موجوده. في اي حاجه ثانيه يعني؟ معلش منه، ممكن برضو تاكد لنا، شفنا كده على السوشيال ميديا انه لسه الاسبوع الجاي كمان في ارتفاع اخر في درجات الحراره. دكتوره منار هتاكد لي وتاكد لك دلوقتي، هيبقى عندنا تفاصيل اكتر. صح كده. صباح الخير على كل مشاهدينا. خلينا نستعرض مع حضراتكم الاول الجوله المروريه ونبص مع بعض على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي. احنا عارفين الناس ابتدت تنزل، نشوف مع بعض ايه اللي بيحصل في القاهره وعند كوبري اكتوبر. هنبتدي من كوبري اكتوبر وللمتجه لمناطق الاسعاف ورمسيس هنلاقي سيوله مروريه اللي هيكمل معانا في اعلى الكوبري في اتجاه غمره والعباسيه ومدينه نصر، هنلاقي برضو سيوله مروريه وهنلاقي ظهور لبعض الكثافات المروريه البسيطه. لو بصينا عند طريق صلاح سالم هنلاقي سيوله مروريه، لو كملنا لغايه الاخر هنلاقي بعض الكثافات البسيطه. عند طبعا مطلع المقطم بالذات للمتجه لمحور صلاح سالم هنلاقي طبعا غلق لغايه منتصف اغسطس بمعرفه الاداره العامه للمرور، وده تزامنا مع اعمال التوسعه والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقطم بدايه من محور صلاح سالم والاوتوستراد ولغايه ما بنوصل لميدان الفاروق ذهابا. خلينا بقى نشوف طريق الكورنيش، هنلاقي هناك سيولة مرورية. لو مشينا وكملنا على المظلات هنلاقي برضو سيولة مرورية هتقل بشكل تدريجي بعد كوبري الساحل وهتستمر بشكل متقطع لغاية ميدان التحرير. اللي هيكمل في طريق الكورنيش لغاية ناحية المعادي وحلوان هيلاقي سيولة مرورية ومعندوش أي مشاكل. تعالوا مع بعض نروح لشوارع الجيزة، وإحنا شايفين إن الخريطة مكسوة باللون الأحمر، وده معناها إن هنلاقي كثافات مرورية بالذات عند محور صفط اللبن للمتجه للدائري وصولاً لشارع السودان. لو بصينا برضو على كوبري عباس والجامعة والجيزة كمان هنلاقي كل ده عنده كثافات مرورية، وهتظهر كمان في محيط ميدان النهضة لغاية ما بنوصل لإشارة بين السرايات. أما بقى محور عرابي فإحنا شايفين عليه كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وبيحاول يوصل للمهندسين. هنلاقي كمان كثافات في محيط كوبري أحمد عرابي في هذه المنطقة. لو بصينا بقى على شارع الهرم هنشوف مع بعض سيولة مرورية من شارع العشرين ولغاية الطلبية. الأمور طيبة جدا في شارع الهرم على غير المعتاد في التوقيت اللي زي ده. نروح بقى لمحافظة القليوبية وتحديدا نبتدي من عند شبرا الخيمة. احنا شايفين شارع احمد عرابي في بعض الكثافات المرورية، هتفضل ماشيين لغاية ما نطلع الكوبري وهناك هنلاقي كثافات ابتدت تقل بشكل كبير. لو بصينا بقى على طريق شبرا بنها فهنلاقي سيولة مرورية، هتظهر بعض الكثافات البسيطة في منتصف الطريق لكن برضو الامور هناك طيبة. خلينا بقى نتحول ونروح للإسكندرية وهنلاقي كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق. هنلاقي الكثافات المرورية النسبية اللي مش هتكون مؤثرة تقريبا عند محطة الرمل، ممكن توصل لغاية شارع عمر لطفي ولغاية تقاطع شارع النبي دانيال. هنشوف هناك كثافات بسيطة ونسبية ممكن توصل لغاية طريق الحرية، غير كده مفيش أي مشاكل خالص والكورنيش مفيهوش أي تكتلات مرورية. دلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع معاكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي بيسجل 19 جنيه و4 قروش للشراء، 19 جنيه و12 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه 39 قرش للشراء، 19 جنيه 48 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 23 جنيه و18 قرش للشراء، وبيسجل 23 جنيه و29 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه 83 قرش للشراء، 19 جنيه 92 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 82 قرش للشراء، 2 جنيه 83 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه و6 قروش للشراء، 5 جنيه و8 قروش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 62 جنيه و6 قروش للشراء، 62 جنيه و40 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه و18 قرش للشراء، 5 جنيه و20 قرش للبيع. أما بقى متوسط أسعار الذهب هنشوف بتسجل كام لكل جرام.
عيار 18 الجرام بيسجل 883 جنيه، عيار 21 بيسجل 1030 جنيه، عيار 24 بيسجل 1177 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل 8240 جنيه. أما بقى دلوقتي ميعادنا مع جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة اللي هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولسه في ارتفاع في نسب الرطوبة، وده هيخلي الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من المتوقعة بدرجتين لأربع درجات. كمان هنلاقي شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43 درجة، والأقل في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد قليل.